كنا قاعدين بالشارع في مطعم تحول من مطعم لمأوى. فتحنا وقتها صار الانفجار الكبير تبع الضاحية وبلشوا العالم يهربوا كله فردة، يعني شوية أصحاب شوية عالم أوريدي بيعرفوا المحل عنا بيجوا لعنا بيسهروا عنا، سو كله عم بيساعد. بدنا يرجع لبنان أحلى من مكان. أهل الجنوب يعني من الجنوب، فجينا على الضاحية، هدد الضاحية فجينا لهون على بيروت. قعدنا تقريبا لنا فترة حد بيها لهون، قعدنا بالسيارة والحمد لله يعني اجوا فتحوا هذا المبنى هون، جينا قعدنا بقلبه. قدموا لنا المنامي، قدموا لنا الفرش، المأكل، المشرب، قدموا لنا انترنت، قدموا لنا كهرباء. بالوقت اللي نايم فيه على الطرقات تخلص تليفوناتنا، بطل في واي فاي، وعندنا اهل برا بدنا نتواصل معهم، بدنا نعرف وين احبائنا راحوا، وين اولاد، وين قرايبنا. يعني فتحنا مع كم عائلة، كنا تقريبا شي 70 شخص، وكل يوم بلشوا يزيدوا لحديت امبارح صار عنا تقريبا 350 شخص وصلنا فول كاباسيتي، سو بطل في عنا كتير عالم يقدروا يفوتوا. نحن هلأ ايد واحدة، وكل اللي حوالينا يلي عم بيقدموا لنا كل شي هن ناس يمكن مش من طائفتنا وقدموا لنا يلي يمكن بعض الناس ما يقدروا يأمنوا لنا.